حياكم الله في حلقة جديدة، نمسي على كل المشاهدين قناة أبو ظبي الإمارات. مساء البراءة والطفولة والأوقات الحلوة، مساء الذكريات والأيام اللي كنا فيها صغار. اليوم بنستمتع مرة ثانية ونعيش ذكريات الطفولة من خلال يا ترى شو. اسمحوا لي في البداية مشاهدينا أني أرحب بضيوف البرنامج. معنا طبعا في الفريق الأحمر اليوم الفنانة أليسار. أهلا وسهلا فيك أليسار. معها اليوم أيضا صديقها الإعلامي أيمن سابق. أهلا وسهلا يا أيمن. معنا اليوم في الفريق الأزرق الفنان سعود أبو سلطان. أهلا وسهلا فيك يا سعود. أهلا فيك يا سلطان. شكرا. سعود معها اليوم أيضا صديقة إياد راسبي. أهلا وسهلا فيك يا إياد. مشاهدينا الكرام وضيوفي الكرام أيضا، برنامجنا برنامج لطيف وجميل وخفيف وبريء، لأن رحنا صورنا في مدارس دولة الإمارات. اخترنا الأطفال في المدارس من سن 4 إلى 8 سنوات عشان نسجل معهم. طلبنا من هالأطفال: يا أطفال نريد نلعب معاكم لعبة. طبعا هم صدقوا، قالوا لنا أكيد أكيد نبغى نلعب. قلنا لهم بنطلب منكم أنكم تفسروا لي كلمة بأي أسلوب، ولكن ها يا أطفال مو تقولوا الكلمة، ممنوع عليكم تقولوا الكلمة. ليش؟ لأن هذا التحدي اللي على ضيوفنا في الاستوديو أنهم يعرفون يا ترى شو هي الكلمة اللي يقصدها الأطفال. طبعا الهدف السامي والجميل والكريم من قبل ضيوف البرنامج أن الفريق الفائز سيتبرع بقيمة الجائزة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن مشروع كفالة الأيتام. إذا أنا مسبقا أشكر كلا الفريقين على كرمكم، تتنافسون اليوم لأجل هدف سامي ونبيل، أشكركم عليه. الله يسلمك. وجزاكم الله عليه خير. أكيد بالعكس، إحنا نشكركم أنتم لهذه الفكرة الرائعة الصراحة. تسلم. أول مرة برنامج يكون فكرته بهالأسلوب هذا، وإنه يكون رائع كل الحلقة إلى هدف سامي كثير كبير. وإن شاء الله اليوم تعجبك الحلقة بعد. إن شاء الله إن شاء الله. إذا مشاهدينا بالنية الصافية برنامجنا فيه 3 ألعاب، نبدأ دائما باللعبة الأولى ودائما مع الفريق الأحمر. أنتوا بعد انتبهوا، لأن بيكون قدامنا على الشاشة 4 اختيارات، كل اختيار فيه 3 مستويات. المستوى الصعب قيمته 2000 درهم لو جاوبتوا إجابة صحيحة، لو ما عرفتوا بننتقل الفريق الأزرق وبنشوف المستوى المتوسط الصعوبة قيمته 1000 درهم. بعد سعود وإياد لو ما عرفوا بنرجع الفريق الأحمر ونشوف المستوى السهل اللي قيمته 500 درهم، تمام؟ إذا خلينا نشوف الـ4 اختيارات وكل فريق يختار في نفس طبق. خلينا نشوف. عندها إجرين كبيرة وهي ترشب، أمرات ما ترشب. بعدين تجي بوم بوم، بعدين تجي في حركة تجي. ها كبير لونه أخضر. وعنده أبيض. تشترون منه أشياء مرات تكونون تعبانين. شكلك فهمتيهم كلهم أنت وسعود. علي وأحمد. علي وأحمد. علي؟ علي وأحمد. علي وأحمد. تفضل يا أستاذ علي، أنت وصديقك أحمد اشرحوا لأليسار وأيمن الكلمة بالأسلوب الصعب. تفضلوا. أمرات أمرات الناس بيروحوا عليه، أو أمرات بيكون رايحين عليه هيك، أمرات بيكون رايحين عليه هيك، مرات يشترون منه أشياء، مرات يكونون تعبانين، أمرات عندهم دان، عندهم عيون، أمرات ما عندهم. مرات عيونهم يعورهم، يجي عندهم دكتور الحكيم او العياده. ايمن اوكي. على اليسار الدكتور يا العياده. ما يعنيها في النهايه. لا انت شو قلتي؟ حدد صح، حدد. ما هو بيروحوا عليه. انت ليه هو مكان هو الفريق ولا دسيس ولا شو؟ هو نقول عن مكان مش عن الشخص، هو عن المكان. حدد. لا ما هو يبقى الشخص. الشخص المستشفى العياده مين طبيب؟ هذا شكله مدسوس عليها ايمن في البرنامج. كل شيء أليسار انت قلتي طبيب. وهو الطبيب. طب انا قلت عياده.
هو قال العيادة صح؟ هي حطاني في دماغها من أول الحلقة وربنا يستر مش عارف. إذا 2000 درهم في رصيد الفريق الأحمر. شكرا. مش بقول لك؟ سعود مشي. ننتقل لسعود وإياد. اخترتوا منو يا سعود إياد؟ شابين تحت علي وخالد. علي وخالد؟ والله؟ حسيتهم صعبين المره انا حسيتهم هم علي وخالد. يلا علي وخالد. اذا خلينا نشوف علي وخالد كيف يوصفون لنا الكلمه بالاسلوب الصعب. فريق الازرق خلينا نشوف. كبير عرفنا. هي لونها اخضر في فوقها صخره التمساح. انتوا الاثنين متاكدين؟ غلط. مش التمساح. شكرا. عفوا مش التمساح. نقل بالسؤال للفريق الاحمر اليسار. بنشوف الحين الكلمه بتفسير المتوسط قيمته 1000 درهم. خلينا نشوف. خدها. لونها اخضر بتعيش في الماي وبطيئه عندها شيء في ظهرها. سلحفة. السلحفة صح. قلت لك التنين. لا من اولها مبينة حلوة. لا اذا بعدنا مع الفريق الاحمر. يلا شوف على الشاشة تختارون منو. خلينا نشوف. هنروح على عمر. طب نروح نطلع برا خلاص. لا ما نقدر ما دام قاعدين. بس نمشيها مع شمس. لا عبد الله. خلاص انت اللي حمستينا. عبد الله خسرنا. انت هتتحملي المسؤوليه. لا عبد الله صديقي. خلينا نشوف عبد الله كيف يوصف لهم الكلمه بالاسلوب الصعب. تفضل يا عبد الله. هذا في عنده شي عضلات شي بعد شي عضلات بعد مني عضلات يوم يسوي شي هالكبر عضلات مني هالكبر وشي شي سمك بعدين تي بوم بوم بعدين تي في حركة تي لو تي صار تي مركب عليه كان تي شلوها ذاك تي دوما شو فما عند الناس تي بوم تم با خسر. انا عرفت الاجابه. هو لو شوف يعني هو لا انا عرفت الاجابه. هو لحد ما قال عضلات عضلات تشيتي انا ترى نفسي انا اول شيء. اجابه سعود ابو سلطان. شو قلت؟ يلا مش شخصيه. مصارع شو هنقول؟ ما فينا غير المصارعة صح. طب اعمل ايه؟ قاعد يضرب المصارعة. طب اعمل ايه؟ هم اللي جاوبوا مع سعود. انا طب 3000 درهم للفريق الاحمر. برافو. يلا يا بقولكم شيء صدق. دوم في الحلقات يعني يا ترى شو دائما الفريق الازرق في اول مراحل ما يفوز. انتبهوا دائما. انا لو سمحت انا معكم. انا بعرف انك عم تعطيهم معنويات. لا متعودين متعودين معروف. نحن مصرين على علينا قبل ما نجي ونجاوب اول سؤال. هاي استراتيجيه. تم عندنا جواب اخير. خلينا نشوف. احنا بنتفائل بعمر. يلا عمر زين. انا شكلي عمر راح اجاوب عليه. عمر يلا تفضل يا عموره. اوصف لنا الكلمه بالاسلوب الصعب. تفضل. هي كبيره وعندها دينين وعندها اجرين صغيرة وعندها اجرين كبيرة وهي ترسب ومرات ما ترسب. هي في منها كاب وفي منها وفي منها خلاص انت عارف. اذنين كبيرة اذنين صغيرة اذنين كبيرة وريل كبيرة ولا صغيرة؟ ريل كبيرة ولا ايه؟ شقا لا هو قال الاذان عمر صغار. قال شيء غريب. عمر قال لا اذانها صغيرة. زين اوكي وانت لازم تعرفها. البطيخة.
وما تشرب مي وايد وتشرب مي. قال لي يا سلام يا سعود يا سلام. الجمل صح؟ الجمل. طب ما احكي معي شو اللي هذا طيب؟ خذلني يا حبيبي. الجمل سفينة الصحراء. انا كنت بقول نعامة. هو كان عم بيقول دنيها. دنيها؟ دنيها وامرات تنرتب امرات لا. بس هو قال ان شاء الله شوي عمره شوي احيانا تشرب واحيانا ما تشرب لانه بيتحمل العطش. وهي صغيرة. ايه دوري له هذه كان يمكن جمل في حادث عمر عند الجمل كذا ما في لو سلمى غشوني بتنزل ما اخذ رايك اوكي اذا ننتقل للفريق الاحمر اليسار بنشوف على الشاشه شيء ومطلوب من نجلة لو سمحتي النج تكلمين تكلمين عنا ايه تحلي لنا فزوره انت حلي لنا اوكي يلا خليني اشوف ضحكتي حبيبي هيدي من واي بنت اختي هي ايمي الكبيرة بنتها لأختي دوريس حبيبتي هذا كان it was her birthday كان عيد ميلادها كنا ملبسينها برنسس I remember very well 12/12/2008 صح؟ اي مش جديد كثير الصورة اي وشو علاقتك فيهم؟ هي بتكون أول أولاد العائلة يعني هي بإخواتي أول ولد بالعائلة يعني مدللة جدا لهلا مع إنه صار في عنا حفيدين غيرها خلاص البكري هذا ما أدري شو صار فيه ما حد ياخذ مطرحه فعلا أيمي وخاصة أنا علاقتي فيها كثير يعني هي بتميزني من بين الكل من بين كل العائلة شكرا إذا مشاهدينا ومن دون قسوة قلب طبعا نحن نتعلم الطيبة في البرنامج ب 5000 درهم رصيد الفريق الأحمر و 2000 درهم الفريق الأزرق وانتهينا من اللعبة الأولى فاصل قصير ونرجع نشوف يا ترى شو يا ترى شو أينما تذهب نتابعك أنت الهدف نحدد لك الزمان والمكان 8 دقائق بالضبط شيء عجيب كف البهدلة شو بعد لتبدأ المهمة ما يعرف نبين 45 نازل مستعيد بسرعة البرق يا الله طاح ومن هاللحظة وين ما تكون نحن بنكون وين ما تكون اليوم 9 مساء على قناة أبوظبي الإمارات مباريات السبت من الدوري الإنجليزي الممتاز البداية من ملعب الجوديسون بارك وديربي الميرسي سايد بين إيفرتون وليفربول ومباشرة من الإيوود بارك بلاكبيرن يستضيف المان سيتي في مباراة صعبة لأصحاب الأرض تغطية حية وحصرية من جميع الملاعب لنمنحكم متعة المشاهدة ونضعكم في قلب الحدث والإثارة تستمر الأحد بولتون يسعى للعودة لسكة الانتصارات عندما يستضيف البلوز تشيلسي في مباراة قوية ومباشرة من ملعب الوايت هارت لين ديربي مدينة شمال لندن بين توتنهام وأرسنال إثارة الدوري الإنجليزي الممتاز مباشرة وحصريا على قنوات أبوظبي الرياضية اتصل الآن أو قم بزيارة أحد الموزعين المعتمدين اس بي سي تقدم اكس مان جود بريميوم الباقة المتكاملة بسعر خيالي يا ترى شو معنا اليوم في الحلقة في الفريق الأحمر الفنانة إليسار وأيضا معها زميلها وصديقها أيمن سابق الإعلامي أهلا وسهلا فيكم والفريق الأحمر رصيده 5000 درهم يا سلام 5000 يا فريقي أزرق انتبهوا أما الفريق الأزرق معنا اليوم الفنان سعود أبو سلطان وصديقه إياد راسبي أهلا وسهلا فيكم برصيد 2000 درهم ليش وايد يعني
ركزتي على المبلغ اللي معانا 2000 درهم هو اللي جاي اشاوي لا غير فقط لا غير انا مقدر موقفك خلينا نشوف اللعبه هذه حلوه ولا نص نص انا هاللعبه مالتين لعبتها ملعبنا ملعبك حتقول هيك كل لعبه حتقول هيك هذا ملعبنا حيطلع شيء مش قدامنا في سبوره وطباشير لو ما تحبي تسخين ايدك ممكن ايمن يوسخ ايدك انا كنت متعوده امسح بس لا انا بحب تحبي تكملي سعود بعد عندنا في طباشير ومساحه وسبوره انا والله انا اصلا ما كنت اصلا اشوف الصف مول يعني وبنشوف على الشاشه هذا شيء جديد طبشوره اتعرف هذه السبوره وهذه في ايدك هذه اسمها طبشوره برافو وبنشوف على الشاشه اطفال قاعدين يتكلمون عن شيء محبب لهم قد تكون هوايه رياضه اكله اغنيه مطلوب منك شخصية مطلوب منكم تعرفون هم قاعدين يتكلمون عن شو وتكتبون على السبورة ولا تراووا الفريق الثاني شو كتبتوا تكتبوا ما حد يغش لا إذا خلينا نشوف هلا مع بعض ايه بنشوف مع بعض شيء كبير وكبير كبير كيف هناك يركض يعض نفسه هو ولا هي هو ولا هي خلينا نشوف كل فريق كتب شو راوني لو سمحتوا اكشفوا الستار هم يلا يلا اكشفوا الستار طب نعد 3 2 1 1 2 3 يلا اكشفوا الستار اوكي ايمن اشوف شو كذا بحط اللي ايمن الاسد حط الاسد حط الاسد حط ايمن مسكين حالك اوكي يلا كلب معقول كلب اوكي شكرا فريق الاحمر الاسد اما الفريق الازرق فكتاب الكلب هو الاسد ولا الكلب ولا التنين خلينا نشوف تنين قطوه قطوه البيت شكرا اسمه قطوه قطوه بيعض بيعض يعني هي وصلت القطوه لمرحله ان هي القطوه مش بس خربشتها وعضتها بعد انا عمري ما شفت قطه بتنهج انا شفت قطه بتنهج انا اللي شفتيها انه ممكن تكون او قطه او اسد لانه عم تعمل هي يعني الغرمش انا قلت هو معك في الفريق ولا هو ما هو في قطه بتنهج يعني في اسد يسوي في اسد بيسوي شيء؟ ما عشان كذا انا كان يركض مبلا مدخن ولا شو؟ اذا لا والكلب يعني صار بعد امسحوا لي السبوره لو سمحتوا بعد عندنا نحن ثاني انا بمسح السبوره انا بس انت نحن المشكله ناسين انه الاطفال اللي عم بيمسوا فبدنا ناخذ شوي بعين الاعتبار انه الطفل ببالغ شوي دائما خلي نشوف الاطفال بعيونهم هم كيف يشوفوا الدنيا في كليب ثاني بنشوفه ولو فهمنا شو يقول قول نكتب على السبورة خلينا نشوف ويشترون لي الدواري يتحول على كل لون والأرض يتحول على كل لون بعدين أنا يسقف كل الناس يتجوبوني بعدين يسقفوني بعدين أرجع البيت بعدين آكل بعدين ارقد باللي يلا سعود راويني شي غششني شويه ما اعرف سعود طب ما غشش يلا قول لي كلمه طيبه يا سلام يا سلام ممكن ولا بيحطوا له الدوائر شو الدوائر اشوف شو كتب خب عن لا ما هي يا فوق صوني لا 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 انا شفت حطيته نجار خبي نجار شفتي انا بغششهم غلط اليسا انا قلت لهم نجار انت بغششهم انا قلت لهم نجار لا شفتي يلا الدوائر يا شام بيحطوا له الدوائر ما هي هتجنني الدوائر انا ما اكتم سر فارجوك لا تسالني وايد بس هو الدوائر فسريها لي انا بحطوا له الدوائر من اول ما عدنا هون لا مش مشكلتها نحن خلصنا انت لا تنفيني انت نفسك اوكي اهتم نفسك لا تنفيني يلا انا عارف شو قاعد تسوي اليسار عندك اجابه؟ اوكي يلا لو سمحتوا اكشفوا الستار اكشف لو سمحت
اكشف لو سمحت. لا 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 تعرفي ليه لانك تنكتب دي جي. لا دي جي. لا بالعكس دي جي. احنا سوفيستيكيتد اكثر. طب خلينا نشوف شو عنده شمس. خلص هيطلع الاثنين غلط في الهاتف. يمكن مش هو يمكن الدي جي كتبته يا سلام عليك بالعربي. خلينا نشوف خلينا نشوف. ويكون ديسكو مان بعدين ارجع. اه ديسكو مان. ديسكو مان. دي جي. دي جي. هو دي جي. هو دي جي. هو يقصد انه يكون دي جي. صح. بس توصلنا صح لانه صح. اليسار وشعود صح. لا بس لا بس كيف لا بس انا دي جي صح. بس انا قبل. ألف درهم في رصيد كل فريق. ألف درهم في رصيد الفريق الأحمر وألف درهم في رصيد الفريق الأزرق. كيف 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 بس إياد كتب نجار. نجار. وين شفت النجار؟ هي شفت النجار. شيء انتم ادرى فيه يعني شيء يخصكم انتم. قولي نجار شو هو عندك ما 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 كيف يابا نجار وما كيف يدبال النجار انه قال هو قال يركض. هي عم تقول سمعت نجار. عشان اللي عم بسمعه هي اللي بتقوله. اسعود انت من خلال برنامجنا تهديهم وتهدي مشاهدينا شو؟ ايه. شو اقول مالك؟ يا قطعة من القلب بس قل لي وينك تعبت اسأل عليك رايح الجاي يقولوا الناس انهم شايفينك وخاف ابكي ويا صبك هل بتشي بكاي الحين كنت بغني مش عارف يعني ذكرتيني فيها مش عارف نسيت كلام انا يكفي الاحساس لأن الانسان يحس يعني يكفي احساسه في الاغنيه. ذكرتيني ما ذكرتك؟ لا انا ما اريد ازعلك. غير الموضوع. انا ما اريد ازعلك، انا اريدك تستانس اليوم وتشوف الاطفال والضحكه الحلوه وتشد حيلك، لا تتحجج بالزعل. شد حيلك 3000 هذه 3000 هذه نبغى تتغير. على الله معاشر. تبسم. شاف ال 3000 اياد؟ ما هذا إذا وصلنا للعبة الثالثة والأخيرة في حلقتنا، خلينا نشوف الفريق الأزرق شو مخبينا مفاجآت اليوم مشاهدينا فيها تعشوا. إذا مشاهدينا وصلنا للعبة الثالثة والأخيرة فيها تعشوا وخلينا نشوف الكليب الأول. لديه خطوط كثير. و فريق الازرق يا سلام النمر النمر نمر غلط هو مش النمر فريق الاحمر الزيبرا خطا هو مش حيوان كيف لديه لديها يود لديه طيب خلينا نكمل الكليب اذا في وقت في الكليب الوان كثير يدلون في المكان ما هي؟ فريق الأحمر. إيه بقى؟ إيه بقى؟ يدلون عليه في المكان؟ هي. أنا شكل عرفت. يمكن. يدلون ولا؟ ممنوع لا لا هيك ممنوع. أقول أنا؟ ما أقول. أعتقد اسمها في الشارع يحطون ال. شو اسمه؟ اللي هم الساين بوردز هذي. لا. ملاهي انتوا دقيتوا الجرس ليش؟ ليش ازعجتونا طلعتونا من البيت؟ حتى لو كنت بتقولها صح ما كنا بنحسبها يا شباب لانه انتهى الكليب دائما اليسار اعطوني الاجابه قبل ما يصير الكليب مش خطوط وفي الوان ويدلنا على المكان اسمه الخريطه لا ايوه اسمه الخريطه خطوط ومكان بلاك اند وايت كنت هقول جي بي اس نافيجيتور كنا نحسبها لك صح لا يلا خلينا نشوف كليب ثاني يلا اعمل شيء احاول نظر لو كلها وكمان نظر هو نسوي اشياء بالطبخ وكمان هي طويله وكمان هي ناكلها وكمان هي نعصرها وكمان نقطعها بعدين ناكلها وبعدين بعدين
اللحوم. اللحوم صح الفريق الاحمر. لا بس كيف؟ لا هي الا واحده ثانيه. هذه المرحله اللي تنزل شوربه. نعصرها؟ ايه تنزل شوربه. والله شوربة. لو ان يعني لو ان عالم قاعد هنا معه ما بيفهم. والله نهبشها من دون ما نقطعها. لا لا هو قال نعصرها ونشربها. انت يا سعود نشرب شربة تروح البيت عيال اخوك لك حساب عسير معاهم. خلينا نشوف كليب ثاني. ايدنا على الجرح. شكلك انا شكلي ايدنا احسن. خلينا نشوف. لما يجيس الهواء بيطيره وملون وفي منه فاضي وفي منه لا كيس. بلون ايوه انا عارف. من اللي دق الجرس؟ بلون. هو دق الجرس. شو تقول؟ بلون. غلط. شكرا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. عندكم اجابه؟ لا ما هو نكمل احسن. نكمل احسن. بعد عندكم فرصه. خلينا نكمل. ليه هم انتم بعد؟ خلينا نكمل. حرامي مش عارف. يلا. مخطط وملون ورفيع. اتحداك لو عرفت الاجابه. الورق. الورق صح يا ما عرفنا بيتحداك على كم. الورق صح. انا بدرها من الفريق الاحلى اللي فيه. مشيت لك دي مشي لي طويله اللحظه. يلا خلينا نشوف الكليب الاخير. هي صغيره وكبيره من خشب ومن حديد من قزاز وبعد موتي عندها صغير وكبير وخشب وعندها يعني شيء يعني هي عندها كم يعني كذا عشان نوم يعني نمسكها. في مسرع وإصابة هني. هذا الغوري. المق. المق. الكأس المق. هو هذا الله. يعني انت كيف عرفتها يعني من الصورة؟ ايه يا سلام. هلا لما عامل ايديا لما سوى كده لما عامل ايديا انا اتذكر انا صغير كنت امسك المق. وانت صغير كنت شمس انت بتغشيش. كنت المق امسكها شوي. انا قلتها على فكرة ولا ما قلتها؟ انا قلت لكم جرب وايد. ايه بس اذا بلشنا غيره وحقد على الاخر الجيم. لا لا ايه يعني انت عرفتوها من هاللقطه يعني؟ لا لا المك كذا ترى. انا طيب المك انت ما دريت ايديك كيف حمله. لا انا كنت محضر نفسي خلاص. انتوا بتعرفوا الاجابه. لا لا سمع ما شو بقول لك سؤال. احنا دخلنا اصحاب نطلع اصحاب لو سمحت. بص هو على حسب اجابات الاسئله لغايه دلوقتي انا كنت هقول كمال الاجسام. هو على فكره هم اللي فازوا يعني الفريق الاحمر. لا طبعا احنا خلصنا. طبعا كيف نفوز. اذا مشاهدينا الى هنا انتهت حلقه يا ترى شو بفوز الفريق الاحمر اليسار وايمن ب 8000 درهم. طبعا قيمه الجائزه بتقدم لهيئه الهلال الاحمر الاماراتي ضمن مشروع كفاله الايتام. شكرا جزيلا لكم. اذا انا في النهايه اشكر فريقين في الاستوديو طبعا الفنانه اليسار وايمن سابق. شكرا جزيلا لوجودكم معنا. ايضا اشكر سعود ابو سلطان واياد راسبي. شكرا جزيلا لوجودكم معنا. وطبعا مشاهدينا انتم ايضا اشكركم لمتابعه يا ترى شو. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا في حلقتنا كالعاده. دائما نترككم انا وفريق العمل مع الابتسامه والبراءه من الاطفال. في شيء هذا شيء تشي هو تشي وتشي وعند راس وتشي عند تبوز وعند عين عند أربع عيون وذيلين من واحد ذيل من واحد ذيل.